تعبت في هذا الكتاب 20 مجلد الآن. الآن؟ هو 20 مجلد بعد التحقيق. بعد التحقيق 20 مجلد، المجلد الواحد حوالي 650-700 صفحة. يعني الآن الحمد لله، يعني المقدمة لحالها كم صفحة ما شاء الله؟ المقدمة أظن 300 صفحة أو 250 صفحة لحالها. هذه دراسة. نعم. ابن حزم يعني من عباقرة الدنيا، يعني يستحق هذا. دكتور، وش آخر ما أفادوا؟ يعني هل هو قريب الصدور؟ يعني هكذا أخبرت بأنهم تعاقدوا مع ابن مع المكتب الإسلامي لطبعه. هكذا يعني الذي وصلني أخيرا. يعني والله يا أخي ما أدري، يعني بس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني هو 19 النص والجزء 20 هو الفهارس كشافات. نعم كشافات.